فمثل ما هنا نشوف انه عمليه البروباجيشن يعني الفري راديكالز ريأكت وذ مولكيولز تو برودوس ا مولكيول اند فري راديكال اللي مثل ما شفنا قبل شويه راح تتكون من سيفرال ستيبس، بينما التيرمينيشن تو فري راديكالز اثنيناتهم react together to form a molecule مثل ال CH3 plus Br يكون لنا CH3 bromide. The question: bromine can react with the ethan form a bromoethan. What conditions are needed for the reaction between ethan and bromine to take place؟ شنو اللي نحتاج تونا ذكرنا؟ نحتاج sunlight، نحتاج UV lights. What do we call this type of reaction؟ شو نسمي هذا ال type of reaction؟ تونا أخذنا شو اسمه؟ substitution، استبدال، يعني نستبدل ذرة الهيدروجين بكانها ندخل البرومين أو البرومايد. Write an equation to show the reaction of ethan and bromine to form bromoethan. هذا يعني CH3Br هو البرومين زائد الإيثان، وأرجو من عندك تكمل الحل البقية يعني تحلها كلها. اليوم ترجع تدرسها.